السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي، أهلا وسهلا بكم. عايز أتكلم النهاردة في جزئية مختلفة شوية، هي تعتبر بدائية جدا وبسيطة وسهلة، والمفروض إن أي مدرس يكون عارفها، بس للأسف مش معظم الناس عارفها. معظم الناس فعلا ما بتتكلمش في الجزئية دي. احنا طبعا بنتكلم عن حاجة اسمها indefinite articles، اللي هي أدوات النكرة، اللي هي أي وأن. طيب احنا معظم المدرسين كانوا يقولوا لنا زمان، أو كلهم كانوا يقولوا لنا كلمة أي وأن بمعنى one، بس طبعا الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ الكلام ده نسبي، بمعنى ان انا عايز اتكلم عن شيء، مثلا عايز اقول one، ان انا بستخدم كلمة one قبل الشيء لما اكون عايز اعمل emphasis او تأكيد ان الحاجة دي واحدة بس. يعني مثلا ايه؟ اقول مثلا amongst all the eggs there was only one rotten and the others are okay. يعني ايه؟ من بين البيض كله كان في واحده كانت فاسده والباقي كله كان مظبوط. انا يهمني ان انا اقول واحده، لازم بعمل امفاسيس هنا على نمبر 1، فانا بستخدم كلمه 1، ما ينفعش ان انا استخدم اي هنا او ان او كده. طيب امتى بستخدم اي وان؟ اللي هي الاحوال العاديه، زي احنا لما بنقول مثلا الكلمه لما بتبدا بصوت ساكن بنحط اي قبل منها، ولو بتبدا بصوت متحرك بنحط ان، في بعض الاستثناءات ما عدا مثلا كلمه اور نحط ان اور، مثلا كلمه يونيفرسيتي ويونت نحط ا او اي يعني في الاول قبل منها. طيب ده كان الفرق ما بين الاثنين. طيب لما اجي مثلا اقول مثلا ان العدد او واحد او الحاجه دي لما تكون واحده مش مهم، يعني انا مثلا عايز اقول للشخص اللي انا بكلمه مثلا ان انا مثلا تناولت مثلا قرص عجه واحد مثلا على الافطار، اقول له مثلا ايه؟ I had an omelet، او I had one omelet for breakfast. تمام كده؟ ده كان الفرق ما بين A و N من ناحيه و one من ناحيه تانيه. يا ريت نعمل لايك وشير وكومنت، وان شاء الله هنستفيد كلنا. نعمل سبسكرايب في القناة بتاعتي، وباذن الله هسيب الرابط او اللينك بتاع القناة تحت الفيديو. شكرا، كان معكم احمد النجار.